أول ظهور لخطيبة أحمد سعد الجديدة علياء بسيوني ومعلومات تكشف للمرة الأولى. عودة جديدة للفنان أحمد سعد لدائرة الضوء من جديد، فبعد وقت من انفصاله عن الفنانة سمية الخشاب يبدو أنه قرر الكشف عن هوية حبيبته التي يعيش معها قصة حب منذ فترة. تحدث عنها في العديد من اللقاءات التلفزيونية لينشر صورا من حفل عيد ميلادها. فمن خلال صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، احتفل أحمد سعد بعيد ميلاد حبيبته في منزله في التجمع الخامس في حفل راقص، حيث كشفت اللقطات عن وجود مطرب المهرجانات عمر كمال وعدد من أصدقاء الفنان أحمد سعد. وكان أحمد سعد في وقت سابق قد تحدث عن خطيبته قائلا: أنا قررت الانفصال عن الفنانة سمية الخشاب، أتمنى لها السعادة والتوفيق، وأتمنى ربنا يقدرني على الحب والعطاء لأغلى حاجة عندي أولادي. ولكن مؤخرا سيطرت حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا بعد ظهور حبيبة الفنان أحمد سعد الجديدة والتي تدعى علياء بسيوني، ما دفع الكثيرين للبحث عنها ومعرفة المزيد من المعلومات حولها. حيث احتفل المطرب أحمد سعد في الأيام القليلة الماضية بعيد ميلاد خطيبته الجديدة علياء بسيوني، وذلك بعد أن نشر صورة رومانسية تجمع بينهما في منزله بالتجمع الخامس في غياب شقيقه الفنان عمرو سعد. وأحيا حفل عيد الميلاد مطرب المهرجانات عمر كمال في حفل راقص كشفت عنه اللقطات المسربة، وغنى أغنيته الشهيرة بنت الجيران، كما ظهر بجواره راقصة ترقص على أنغام الموسيقى وسط حضور أصدقاء خطيبة الفنان المصرية. وطلت خطيبة أحمد سعد بإطلالة بلون مبهج، حيث ارتدت فستانا قصيرا من اللون الأصفر، وبدت السعادة على ثنائي أحمد سعد وخطيبته، حيث أطل في الصور بشكل رومانسي، فظهر الفنان المصري وهو يحتضنها في إحدى الصور وعلق عليها قائلا: كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي. ومن المعلومات التي لا يعرفها الجمهور عن علياء بسيوني، فإنها تقيم في منطقة هيليوبليس مصر الجديدة، ولديها متجرا لبيع الأزياء النسائية المستوردة، واستطاعت أن تحقق شهرة كبيرة في مجال الموضة والأزياء، حيث تحرص العديد من الفنانات والإعلاميات على شراء قطع ملابس من محلها. أفصح أحمد سعد قبل أشهر قليلة في لقاء مع برنامج ذا إنسايدر بالعربي عن قصة حبه، ولكن لم يكشف عن اسم علياء بسيوني، ويجهز الثنائي للاحتفال بخطبتهما في شهر أغسطس المقبل.